مساكم الله بالخير، معاكم مره ثانيه في برنامج بادي بيلدينج على قناه الكويت سبورت، وايضا معاكم مع البطل الكويتي المحترف حمد الشطي، اللي اليوم مخصص الحلقه هذه والحلقات الجايه ان شاء الله للتمارين المختلفه لمختلف عضلات الجسم. بعد الفاصل راح نتعرف على اول تمرين معانا او راح يكون معاكم ان شاء الله يا رب في هذا البرنامج والكابتن حمد الشطي. متواصلين معكم بعد الفاصل في برنامج بودي بيلدينج مع الكابتن المحترف حمد الشطي، وايضا اليوم ينضم معنا في الحلقه احمد الكندري، احد لاعبي لعبه الفيزيك. عدل لاعب فيزيك، مساك الله بالخير. كيف الحال؟ الحمد لله. جاهز انك تعذب احمد الكندري؟ اي أيوة والله على الخفيف. يعني واضح ان احمد اليوم راح يعاني. لا مستعد، هو مكلمه انا قايل له. هو مستعد ما يخالف، بس اللي يمكن ما يعرفه الناس وايد ان حمد الشطي يعشق شيء اسمه تمرين سوبر. كله سوبر. والتمرين السوبر يعني يبي له واحد يتحمل التمارين هذه. بنشوف الحين احمد الكندري قدها ولا مو قدها؟ ان شاء الله. قدها ان شاء الله يا رب. اول تمرين عندنا شنو بالضبط؟ عندنا صدر مستوي زاويتين بنلعب. الواسع والضيق. ايش معنى زاويتين بالمستوي؟ زاويتين الصدر في كذا زاويه له، إيه؟ في بالعالي هم زوايا مختلفه. عرفت؟ فاحنا نبلش يعني بالمستوي اول شيء. طبعا انا افضل انه يكون جهاز ما يكون حر. ايش معنى؟ ليش ان الجهاز سيفتي عن الاصابات، مرونه العضله، عرفت؟ بس تذكر قبل كان الوضع ما كان في حر، دامبل وبار ما في، اول كله بالحر، واخذ اصابات ومدفشين. وعلى بركه الله على قولتهم. لا اله الا الله، الله يحفظهم. الله يحفظهم. بس الحين طبعا التكنولوجيا وصلت، اجهزه كل جهاز قيمته 3,000-4,000، جهاز بروحه يخدمك يعني. والزوايا ما تتخلي الوزن نفسه ينزل على العضله، إيه؟ للزاويه والجهه المستهدفه من العضله نفسها. ايوه طبعا اللاعب، في لاعبين يقعدون على الجهاز تلقاه مجدم وايد عن المسكه او صاعد وايد. خلينا نسويها لايك، ايش رايك الموضوع هذا؟ نسوي لايك نوضحها حق الجمهور. خلينا نوضح لاحمد، ايش رايك؟ يلا شلون الواحد يقعد على الجهاز هذا وكان يلعب صدر؟ نخلي احمد قعدته الطبيعيه واحنا نعدلها. يلا احمد، انت احمد قاعد العب صدر، خلينا نشوف صح ولا غلط. رايك؟ لا احمد صح، لان صح. لاعبي. اوكي. لا هو يدك تصيد ايه عليه. ياي الزاوية صح. ايه. حلو. الحين بنلعب واسع وضيق، صح؟ واسع وضيق، تكرار يكون 10 ب10. حلو. هذه جولة تعتبر. ويريح بين جولة وجولة، انا عن نفسي إن ما احب الراحة تكون نص دقيقة. 15 20 ثانية يعني انت مجرد اني ما اقوم اني اركب وزن واقعد. يا رياض تعب الواحد كذي، شنو 15 20 ثانية؟ انا اشوفها صح. لا بالعكس، لا ما فيها تعب. انت تتمرن مو بس احنا فقاره مساكين. لا بالعكس، شباب اذا بعز شبابك ما تلعب كذي مثل تلعب احسن. بالعكس هذا التمرين الصح. الكوع كانه في مشكله. لا احمد زوايا صح. شوف الكوع بس اراد وايد. ايه؟ خليك طبيعي يا احمد بالنزله، خليك طبيعي، ارجع جسمك شوي، ارجع بجسمك شويه. بس ايوه الحين صح، الحين كذي صح. ايه؟ لان هذه الشغله ليش عرفتها؟ وايد سويتها غلط، ايه؟ وايد تعورت غلط. اي الاصابه دائما تكون على الشت الصح. خلاص الامامي بسرعه يتعور معاي. الحين خلصت سوبر. ايه شنو لعبت اول شيء؟ واسع ولا شنو؟ لا لعب واسع ضيق. ايه طبعا خلص اول جوله ويقدر يزيد جوله ثانيه. طبعا انا قاعد اعطيكم جزء من السوبر. نعم. انا ما احب العب كذي، يعني تمرين سوبر يكون تمرينين بجوله واحده. انا احب اشبك 4-5 تمارين بجوله واحده. بس شيء تخلص بسرعه. انا مخلص ربع ساعه ثلث ساعه وتخلص. لان طالما انت بالنادي يصير عندك هدم عضلي. انت جاي هني تبني عضله، على السريع تتمرن عشان تاكل. حلو. اما اتمرن اوقف اتعبث بالتليفون. حمد الشطي لما يلعب اي عضله ياخذ ثلث ساعه مكسوم، صح؟ اي تمرين كامل. مثلا صدر ثلث ساعه. لا لا صدر مثلا صدر وباي. كله ثلث ساعة 25 دقيقة لازم انا مخلص. هذا انت حمد الشطي، انت بطل وما شاء الله عليك. الحمد لله. لكن احمد الكندري، مشعل معرفي، لاعبين الفترة الأولى اميري، كم ياخذون بالتمرين لازم؟ أكثر الناس يعني ما يتعدى 45 دقيقة. هذا الماكسيموم. إيه. بعدها يصير في دروب، يصير الجسم يتعب. والعضلات تنهدم. بس إيه ترخى. طبعًا في مواد المكملات الغذائية، ايه؟ اللي هي شوي تساعدك. إيه. على قوة التحمل بناء العضلة و...
تعويض الانسجه مثل الحمض الامين يعتبر الحمض الامين البي سي اي البلوتامين. طبعا البي سي اي هو رقم واحد، حمض امين رقم واحد اللي هو الامينو اسيد. حلو حلو، راح نتكلم عنهم بعد شوي، بس ندش الجوله الثانيه. انا وايد طول وايد، يلا دش الجوله الثانيه. خذ هذا دقيقه على فكره. اي لا هو عشان تصوير لو يدري وقت التجهيز ما غشمر، انزل انزل بجسمك بس. زين خلينا نعطي العيار الصحيح للزاويه، انت العب عادي احمد. اي المسكات في طبعا تلقى المسكه بالعرض تلقاها وسيعه وايد. إيه؟ في ناس تمسك من النص، في ناس تمسك واسع على حسب جسمك. اي طبعا انت كل ما نتبعد كل ما نتبعد ايدك قاعد يعني تقرب حق الاصابه حق الاوتار. اه اوكي، كل ما نتبعد ايدك كل ما تكون المسكه اوسع. إيه؟ اصابه. اي انما تاخذ انت مدى عرضك وجسمك على مستواك اللي بالشكل هذا. ايوه المسكه تكون على مستواك. إيه؟ متجنب الاصابات. ضيق من النص ماسك العصا من النص. ايوه انت خلاص على مستواك، لما بعد راح يكون النزله ما فيها دفعه طويله. إيه؟ ريح على اصابه. ريح قاعد يترق. ايه ايه ما يصير. ايه لا الحين تصوير وقت تجهيز يدري كامل يدري ايش نسوي فيه يعني. زين القبضه صح ولا غلط؟ المسكه صح، يعني عادي تكون يد شويه مريحه. ايوه لان البعض يقول لك لا والله خلي ايد مثل البوكس سيده. اي صح. إيه؟ لا بس الحين نزله احمد ما شاء الله ايده طويله، عرفت؟ اي ما شاء الله. ايه بالنزله لازم راح تلقى ان عاكف اجباري عشان انه يعطي المدى العضلي عشان تنزل. إيه؟ يصير ستريتش كامل. في ناس تلعب نص طقه. انا ابي لا طقه كامله ان الالياف العضليه كانت تتحرك 100%. إيه؟ وانا افضل انه في التمرين حمم ثلاثه تكرار. تكرار الرابع يريح العضله يمددها يسوي لها ستريتش استرتش ويرد يضغط. زين احمد ايدي طويله، انا ايدي قصيره، خلينا نجرب نشوف طريق. إيه؟ معي انا جرب عندك احمد بس دقيقه بشوف انا غلط ولا صح ولا شنو الموضوع معي الحين. يد كذي صح؟ ايوه شكلها صح؟ صح حلو. قرب ايدك شوي. ايوه ممتاز. انزل بجسمك شوي، خلي المسكه تكون زاويه الصدر. اي اوكي ايوه كذي صح 100%. بالنسبه حق الصدر، حق الصدر اي اي صح اجباري بالجهاز راح تميل ايدك. ايه لانه اوريدي القبضه مايله. ايوه صح. هي المسكه ضيج هني اقدر اسوي بوكس. ايوه هذا ضيج حق داخل الصدر يكون حق الخط. إيه؟ اللي إيه؟ وايد لاعبين يدورون. اي يدورون يبي يلبس سبعه عشان يبين. اه وعشان ايضا يكون في اكتمال عضلي عنده. اي صح. إيه؟ شكل حلو والله. تمرين حلو. تمرين حلو زاويتين عليه امانه. اي انا تقدر تضيف عليه هم ضغط، يعني تمرين هوائي اللي هو الضغط بعد يعني الجو، يعني تلعب واسع ضيج على طول تدمج معاه الضغط. تمارين هوائيه وايد تفيد. يعني انت الحين قلت لي فكره وايد حلوه اللي هي تمرين الضغط. إيه؟ لكن شلون يفيد؟ يعني انا انت الحين قلت لي المعلومه، لكن انا دائما احب ان افهم ليش الضغط راح يفيدني بالتمرين هذا. وصل دم في العضله، نفس الشيء هني وصل دم في العضله، عرفت؟ بس مقاومه وزن، انت بالضغط ما في وزن، عرفت؟ وزنك انت قاعد تشيل وزنك. وبعد تعب؟ اي ومع التعب ودي يعطيك شكل ثقيل وايد. راح تحس ثقيل. عاد عاد لو انت مسوي ضغط بروحك قبل التمرين عادي تقول والله سوي تكرار 50 100. اما ان 100 افاجئك بنص التمرين ولا نهايه التمرين. اي اقول لك تعال يلا سوي ضغط خمس جولات كل جوله 20. استوعبت الحين. اي راح تقول لي وايد، عرفت؟ تمارين هوائيه مثل العقله الضغط. عاد اصعب شيء العقله، خاصه اذا كان وزنك ثقيل بعد مو متعود على التمرين، تحس انك كأنك شايل مليون كيلو. يعطيك شكل بالظهر جميل. رسمه. إيه؟ واسترتش العضله بعد. استرتش العضله مقطعها صح. مو شرط انك تسخن فيه، لان مرات سخنت فيه هم اصابه. أه. بس انا تسخين من اول ما ادش النادي لازم اسخن على العقله. لك خلاص عود جسمك وقادر. عقله متوازي يسخن الصدر. بدش تمرين مثلا صدر سواء ريول اكتاف بيطان لازم اسخن ظهري عدل، عمود جسمك عمود الفقر. لان هو هو ايه؟ الاساس هو اللي يتحكم في توازنك توازن الجسم. الاصابات تبتعد عنك امور كثيره. احنا عموما خلصنا الحين الفقره هذه كذي خلصنا الحين. ايه؟ زاويتين. ايه؟ وقلت لك تقدر تضيف الثالثه اللي هي ضغط. انا عجبتني ما تضغط راح اسويها. ايه؟ ان شاء الله تمارين هوائيه وجدوليات ومقاومه الوزن اللي هي الجهاز باذن الله. ان شاء الله بناخذ فاصل وبعد الفاصل نواصل معاكم في برنامج بادي بيلدينج. وصلنا
وصلنا معاكم الى ختام حلقه اليوم مع البطل والمحترف حمد الشطي، وراح يكون معاكم ايضا في الغد وتمرين اخر وسوبر اخر، وفوق هذا كله عضله اخرى راح تشوفونها مع الكابتن حمد الشطي. تابعونا.